الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اقترضت من شخص 5000 ريال وأريد أن أرجعهن إليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: اقترضت من شخص 5000 ريال وأريد أن أرجعهن إليه بزيادة 2000 ريال وهو لم يسترق ذلك وإنما مكافأة له مني، فهل يجوز ذلك؟ نعم، إذا لم يكن هذا الشرط وإنما من حسن القضاء فلا مانع، هذا من حسن القضاء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن القضاء. إنما الممنوع إذا شرط المقرض قال ما أقرضت إلا بزيادة، هذا ربا لا يجوز بالإجماع. نعم.